بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة هو كيفية إثبات بطلان نظرية التطور عن طريق 4 أسئلة. فسأبين إن شاء الله في هذه الحلقة كيفية إثبات بطلان نظرية التطور لداروين عن طريق 4 أسئلة يكون جوابها عن طريق نعم أم لا. فبداية كمقدم لهذه المحاضرة، ما هي نظرية التطور لداروين؟ سأبين إن شاء الله شيء سريع جدا عن هذه النظرية، والقاعدة المستند عليها هذه النظرية هي التالي: أن المخلوق قادر على تغيير تصميمه بحسب بيئته، وأن الصفات التصميمية للمخلوق والتغيرات التي تحدث فيها تورث من جيل لآخر. يعني القاعدة النظرية التطور لداروين بأنه مخلوق إذا كان في بيئة معينة، وفي هذه البيئة مثلا احتاج هذا المخلوق نتيجة لظروف معينة بأن مثلا يطير، يرتفع عن الأرض، فتحدث تغيرات في تصميم هذا المخلوق وتصبح له أجنحة، وتحدث هذه العملية لملايين السنين، وبالتالي في آخر الأمر ينتهي به المخلوق غير تصميمه من مخلوق يمشي على الأرض إلى مخلوق طائر على سبيل المثال. فهذا هو يعني قاعدة نظرية التطور لداروين. طبعا كيفية إثبات بطلان هذه النظرية وأن هذا الشيء خاطئ تماما؟ فالسؤال الأول، بأنه بحسب نظرية التطور يجب أن تكون هناك آلية لنقل صفات المخلوق من جيل لآخر. فإذا يعني بحسب تعريف هذه النظرية يجب أن تكون هناك آلية معينة بأن هذه التغيرات التي تحدث المخلوق في جيل معين يجب أن تنتقل للجيل الآخر. يعني هذا المخلوق الذي بدأ بحسب نظرية التطور بوضع أجنحة على ظهره، فإن هذا التغيير الذي حدث والذي أخذ مثلا ملايين السنين يجب أن ينتقل إلى الجيل الآخر، فيجب أن تكون هناك آلية. نعم أم لا؟ الجواب نعم، يجب أن تكون هناك آلية. الآن يعتقد كافة الذين يؤمنوا بنظرية التطور بأن هذه الآلية لتنقل الصفات المخلوق من جيل لآخر هي موجودة في الـ DNA، الحامض النووي الرايبوسومي. فالسؤال الآن، هل الحامض النووي الرايبوسومي DNA مسؤول عن نقل صفات المخلوق من جيل لآخر؟ هذا هو السؤال الثاني. فنتفكر الآن، هذا الـ DNA الحامض النووي الرايبوسومي موجود في الخلية، وأين في الخلية؟ في نواة الخلية، وهو فيه تعليمات هندسية لخلق وتصنيع مركبات جسم الإنسان مثل البروتينات على سبيل المثال. فيحدث هناك عملية قراءة للمعلومات في هذا الحامض النووي الرايبوسومي DNA، وهذه القراءة تترجم بأنه يصبح هناك تجميع لوحدات على خط الإنتاج، وهذا التجميع لهذه الوحدات على خط الإنتاج تنتج بروتينات جسم الإنسان أو البروتينات المختلفة للمخلوق. وبعدما يتم تصنيع هذه البروتينات مثل مركب الكولاجين، مركب الجلد والإلاستين وغيرها، فإن هذه المركبات تخرج من الخلية، هذه المركبات التي تم تصنيعها في الخلية تخرج منها للخارج. فالآن السؤال بأنه بعد أن تخرج هذه المركبات إلى خارج الخلية، وأعطيكم مثال إخواني إخواتي لتوضيح هذا الأمر أكثر وأكثر. يمكن التفكير بهذه المركبات مثل على سبيل المثال مصنع ينتج طوب، ففي داخل المصنع، هذا المصنع يعني مثال الخلية، وفي داخله هناك مخططات تصميمية في داخل المصنع لصنع الطوب. الآن عندما يخرج الطوب من المصنع، السؤال الآن أنه بعدما تخرج هذه المركبات من الخلية، مركبات الكولاجين والإلاستين، هل تبقى تحت سيطرة الـ DNA؟ يعني خرجت هذه المركبات إلى خارج الخلية، الكولاجين والإلاستين، الآن هل هي تحت تأثير الـ DNA؟ الجواب لا.
فالسؤال الآن، كيف عرفت هذه المركبات بأن تكون يد على سبيل المثال؟ فكما تشاهدون عندك الشاشة، كيف عرفت هذه المركبات بعد خروج من الخلية أن تتشكل على شكل يد أو على شكل مخلوق معين؟ فالسؤال الآن مرة أخرى، هل الـ DNA مسؤول عن هذه المركبات خارج الخلية؟ الجواب لا. إذن هذا يعني بأن الـ DNA غير مسؤول عن تصميم المخلوق، شكل اليد، شكل الرأس. فالسؤال الآن، هل الـ DNA مسؤول عن نقل الصفات التصميمية للمخلوق من جيل لآخر؟ نعم أم لا؟ الجواب لا. الـ DNA الحامض النووي الريبوسومي غير مسؤول عن نقل الصفات التصميمية للمخلوق، فكيف يستطيع أن ينقل صفات تغيرت في المخلوق من جيل لآخر؟ إذن الجواب لا. الجواب السؤال الثالث، هل عند الذين يؤمنوا بنظرية التطور أي علم عن أي آلية لنقل صفات المخلوق للجيل الآخر؟ فلان أثبتت بدليل علمي واضح بأن DNA غير مسؤول عن نقل الشكل التصميمي للمخلوق من جيل لآخر، وبالتالي هل عند الذين يؤمنون بنظرية التطور آلية أخرى لنقل الصفات من المخلوق من جيل لآخر؟ نعم أم لا؟ الجواب لا. إذن بعد ذلك يأتي السؤال الرابع، وهو هل تؤمن أو تثق بنظرية التطور؟ بعد هذا الفهم بأنه ليس لديك أيها الذي تؤمن بهذه النظرية، ليس لديك أي آلية لنقل الصفات التصميمية للمخلوق من جيل لآخر، فالذي حدث في جيل آخر ليس لديك أي آلية لنقل صفات هذا التغيير من جيل لآخر، إذن هل مرة أخرى هل تؤمن أو تثق الآن بنظرية التطور؟ نعم أم لا؟ الجواب لا. إذن لاحظنا إخواني إخواتي في أربع أسئلة كيف أنه تم إثبات بطلان نظرية التطور. ويمكن معرفة أهمية هذا الأمر أكثر وأكثر من التفكر في سورة الأنعام آية رقم 148 في قول المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. صدق العظيم. فالله عشر يقول هنا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني الذين يحاولوا أن ينكروا وجود الله عز وجل، لأن الذي يؤمن بنظرية التطور غالبية الذي يؤمن بهذه النظرية ينكر وجود المولى عز وجل، ينكر وجود الله، لأنه إذا كان المخلوق قادر على تغيير تصميمه فما الداعي لخالق وصانع ومدبر لهذا الكون؟ والله عز وجل يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فوالله عز وجل يقول أيضا إن تتبعون إلا الظن، يعني تعيشون على الظن وعلى الأهواء، مثل مثال نظرية التطور كلها عبارة عن ظن وأهواء. وإن أنتم إلا تخرصون، يعني تكذبون على الله. وفي هذه يعني المحاضرة بيّنت بأسلوب إن شاء الله واضح وسلس كيفية بيان بطلان هذه النظرية، ومن أهداف ذلك هو بأن الإنسان يرجع إلى الله عز وجل ويدرك أن الله هو خالقه ويسمع لما يريده الله منه ولا يتبع الهوى والظن. ولمعرفة التفاصيل أكثر هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com، يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zqoran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.